في الثالث من يونيو عام 2013، غطت الصحف ووسائل الإعلام قرار المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحسم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى قانون الطوارئ. قرار المحكمة الذي صدر في 2 يونيو 2013 قضى ببطلان المجلس، وطلبت المحكمة بحله فور انتخاب مجلس النواب، كما أكدت أيضاً بطلان قانون التأسيسية، معتبرة أن مجلس الشعب المنحل قد تجاوز سلطات ليست من حقه. أحكام الدستورية لم تقتصر على ذلك فحسب، وإنما شملت تأكيد عدم دستورية قانون الطوارئ، وأنه لا توجد صلاحيات لرئيس الجمهورية تمنحه حق التفتيش أو الاعتقال. في التوقيت نفسه أعلن نادي قضاة مصر استمرار اعتصام أعضائه بعدما صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان تؤكد صدور قانون السلطة القضائية قريباً. في حين وصل المثقفون اعتصامهم في مقر مكتب وزير الثقافة في الزمالك اعتراضاً على القرارات التعسفية للوزير الخاصة بنقل عدد من القيادات وإنهاء عمل عدد آخر، فيما أعلنت حركة تمرد وصولها إلى النوبة لجمع توقيعات سحب الثقة من محمد مرسي رئيس الجمهورية.